نذهب الآن إلى موجز الأخبار مع الزميل محمد جوهر. صباح الخير يا محمد. صباح الخير يا جيهان، صباح الخير عليك يا محمود. موجز التاسعة، مرحبا بحضراتكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأسيس البنية الكهربائية لمشروع الدلتا الجديدة لاستيعاب الزيادة المستقبلية في الأحمال الكهربائية. جاء ذلك خلال اجتماع للرئيس استعرض خلاله المشروعات الاستراتيجية لوزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية، كذلك الموقف التنفيذي لإمدادات التغذية الكهربائية للمشروع الزراعي العملاق الدلتا الجديدة بإجمالي 2.2 مليون فدان. كما اطلع الرئيس على مشروعي الربط الكهربائي الثلاثي مع كل من قبرص واليونان وكل من العراق والأردن، كذلك مشروع الربط الكهربائي مع السعودية. وخلال اجتماع آخر وجه الرئيس بتعزيز خطوات تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية بهدف إقامة مشروعات استثمارية تصنيعية لسد الفجوات الاستيرادية لعدد من مدخلات الإنتاج المغذيات لخدمة كافة القطاعات التنموية، حيث تناول الاجتماع متابعة الجهود الوطنية لإحلال الواردات وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتوفير مستلزمات الإنتاج لصالح الصناعات الوطنية. على هامش مشاركته في منتدى دكار، التقى وزير الخارجيه سامح شكري الرئيس السنغالي ماكي سال، وقام بتسليمه رساله من الرئيس عبد الفتاح السيسي. تناولت الرساله سبل تدعيم العلاقات الثنائيه بين البلدين فضلا عن القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك واوجه تعزيز التشاور والتنسيق بين الجانبين خلال المرحله المقبله. هذا واكد شكري استعداد مصر تقديم كل اشكال الدعم للسنغال في ضوء الخبرات التي تتمتع بها مصر. كما عقد شكري على هامش فعاليات المنتدى جلسة مباحثات مع نظيرته السنغالية، تناولت المباحثات العلاقات الثنائية بين البلدين فضلا عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. هذا وتختتم اليوم بالعاصمة السنغالية أعمال الدورة السابعة من منتدى دكار الدولي حول السلم والأمن في إفريقيا. كان شكري قد أكد خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى على أهمية معالجة الأسباب الجذرية للإرهاب والنزاعات المسلحة في إفريقيا من خلال إعادة بناء المجتمعات التي عانت من ويلات الحروب والنزاعات. وطلب شكري بوضع رؤية مشتركة لمعالجة أوجه القصور في البنية التحتية الطبية للقارة، مشيرا إلى أن مصر لن تألو جهدا لمعاونة دول القارة في التعافي سريعا من تداعيات جائحة كورونا. أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 871 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و43 حالة وفاة. وفي بيانها اليومي أعلنت الصحة ارتفاع أعداد المتعافين من الفيروس إلى أكثر من 302,000 حالة من أصل أكثر من 364,000 حالة أصيبت منذ بدء الجائحة بمصر. في السياق ذاته جددت الصحة تأكيدها عدم رصد أي إصابة بالمتحور الجديد أوميكرون في مصر حتى الآن. وفيما يخص التطعيمات باللقاحات المضادة لكورونا، أكدت الوزارة أنه تم تطعيم 47 مليون مواطن بالجرعتين الأولى والثانية فضلا عن تطعيم أكثر من ربع مليون طفل. كما أكدت الصحة أنها تلقت حتى الآن تسجيل أكثر من نصف مليون طفل على موقع الحصول على اللقاح، مشيرة إلى أن الجرعة المعززة سيحصل عليها الفئة الأكثر عرضة للإصابة من الأطقم الطبية وكبار السن بحد أدنى مرور 6 شهور على تلقي اللقاح، معلنة أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيتم إرسال الرسائل إلى المواطنين لمن تلقوا اللقاحات في الفئات الأكثر عرضة للإصابة. وخلال ترأس رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الاجتماع الأول للجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، شدد مدبولي على ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا والحزم في تطبيق العقوبات المقررة عند مخالفة تلك الإجراءات. هذا وافقت اللجنة على السماح بإقامة صلاة الجنازة داخل المساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة وبذات الضوابط والإجراءات الاحترازية المطبقة حاليا.
تعرض ميناء اللاذقية السوري لهجوم إسرائيلي فجر اليوم، وذلك بحسب وكالة الأنباء السورية. وأوضحت الوكالة أن الاحتلال الإسرائيلي حط الحاويات في الميناء الحي بهجوم صاروخي من اتجاه البحر المتوسط، مما أدى إلى اشتعال عدد من الحاويات التجارية من دون وقوع خسائر بشرية. كما أكدت الوكالة الرسمية أن الدفاعات السورية تصدت للقصف الإسرائيلي في أجواء اللاذقية. ويعد ميناء اللاذقية هو الميناء الرئيسي الذي تتدفق من خلاله المواد الغذائية والإمدادات الضرورية الأخرى إلى سوريا، وهو قريب من قاعدة حميميم الجوية الروسية. نهاية الموجز، نشكر لكم حسن الاهتمام والمتابعة. إلى اللقاء.